نظرا للتحديات التي تواجه اللاجئين السوريين في دول الجوار، وسعيا إلى توفير فرص التدريب والتطوير والتنمية البشرية لهم، ولا سيما فئة الشباب منهم، يأتي مشروع سفراء التنمية الخاص بالنازحين السوريين ليستوعب المجموعة الانفعالية والنفسية لديهم من خلال سلسلة من البرامج الإبداعية والتراكمية. ونحن نريد أن نستغل هذه التظاهرة لدعم إخواننا السوريين ليكونوا مستعدين لما بعد السقوط وللدولة المستقبلية، وأيضا ليكونوا مؤهلين أن يستفادوا من النهضة الكبيرة التي وصلت إليها تركيا كما نشاهدها في جميع الميادين الاقتصادية والعلمية والإدارية. وعن طبيعة البرامج التي قدمت للشرائح السورية المشاركة في مشروع سفراء التنمية يقول الدكتور أسعد الأسعد: نحن نمد أيدينا لكل الشرائح لنساعدهم في كيفية تحديد أهدافهم بدقة وبطريقة علمية وفق معايير عصرية محددة. حوار الأسري، أدب الحوار، فن الاختلاف، الخلاف والاختلاف أيضا. نريد أن ننشر ثقافة التدريب أيضا عند الناس بشكل عام. قدمنا كفايات الإدارة الصفية لمجموعة من المعلمين والمعلمات، قدمنا بعض البرامج في المهارات القيادة وإدارة الاجتماعات وحل المشكلات، وبعض البرامج النفسية التي تتعلق ب التفريغ الانفعالي، وبرنامج خارطة فن الحياة، وهذا برنامج موجه للأخوة اللاجئين السوريين كونهم يعيشوا في ضغط، كيفية تفريغ هذه الضغوط. وهي هذا برنامج مهم لكل الشرائح، اللاجئين وغير اللاجئين، لأنه نحن في هذه الحياة العصرية نتعرض لضغوط كبيرة تحتاج إلى تفريغ. واختتم ضيفنا حواره بتوجيه رسالة إلى اللاجئين السوريين الذين يعانون مرارة اللجوء وقسوة التشرد قائلا: رسالة الأخوة السوريين، أقول لهم باختصار: نفسك إن لم تشغلها بخير شغلتك بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيل، أي غرسة نخل، واستطاع أن يغرسها فليغرسها. لذلك أريد من كل الأخوة السوريين أن لا يستكينوا ويجلسوا يندبوا حظهم وينتظروا النصر والفرج، وإنما يكونوا، لا أريد أن يكونوا متفرجين، وإنما أن يكونوا أعضاء فاعلين على المسرح يعدوا أنفسهم لما بعد السقوط. اليأس والوهن والاستسلام كلها تحديات تشكل خطرا على الثورة السورية واستمراريتها من الوقوع في حالة الانهزام النفسي. لذا كانت دعوة اللاجئين السوريين إلى مثل هذه المشاريع التنموية الشاملة أمرا ملحا في صياغة قيادات شبابية مسؤولة وبروح وطنية عالية.